انا سميه زيدان، اول بنت في مصر في الشرق الاوسط في مجال الغوص التجاري واللحام تحت الميه. سميه اول بنت تاخد شهاده لحام من معهد دون بوسكو. بعد ما خلصت الكليه وكده كان في زي منحه جايه من الامارات للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. فالمنحه ديت كان فيها اقسام كتير، منها الامن والسلامه، وكان في خياطه، وكان في لحام تحت الميه. انا لما عرفت موضوع اللحام تحت الميه انا استغربت الموضوع، ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها لحام تحت الميه، اعرف ان في غطس. هي لما اتجهت الاتجاه بتاعها دي وجت اتكلمت معايا، يا بابا وضع كذا كذا، ايه رايك؟ قال لي انت حباه؟ قلت له اه حباه جدا. فبصراحه هو شجعني وقال لي طب يلا. عارف ان هي اي شيء هتخش فيه هتنجح. اللحام تحت الميه ان انا انزل مثلا برجات البترول بيبقى فيها لحام تحت الميه، مواسير النت بتتلحم تحت الميه، لحام المراكب الغرقانه دي لما تبقى عايزه تطلع بنضطر نقطعها. كل الحاجات دي استخدامات الغوص التجاري. بعد ما اخدوا تمام يعني ان ممكن بنت تدخل المجال وكده، على طول تاني يوم كنت فرش اللحام بتاعت الاكاديميه البحريه. ناس ما شاء الله يعني هي جنبهم كصغيره حجم ولكن كبيره بامكانياتها ووضعها في المهنه. انا فضلت الغطس على الهندسه، يعني انا كان زماني مهندسه دلوقتي لو كملت في الطريق اللي انا كنت ماشيه، لكن انا فضلت الميه والغطس والمجال دوت عن اي حاجه تانية. تعمدت ان انا اغطس 13 متر معاها علشان اشوف المشقه اللي هي فيها. ليا الشرف طبعا ان انا اكون اول بنت تدخل معهد دون بوسكو الايطالي وتاخد كورس اللحام السطحي. كانوا رافضين جدا الايطالي، صاحب الايطالي اللي هو ماسك المدرسه قعد يقول لي ممنوع بنات تدخل تاخد الكورس، هنا شباب بس. قال لي بس على مسؤوليتها. طول على مسؤوليتنا في مخاطر كتير خالص، بس طول ما الواحد متبع قواعد السلامه المهنيه وفاهمها كويس خالص وعارف هو قبل ما يخطي خطوه هو بيعمل ايه، بيحط نفسه في امان اكتر. لو حد نازل بلبس سكوبا وبيلحم، ممكن لو سلك اللحام جه في تانك الهواء يحصل انفجار تحت الميه، وممكن لو دخلت في دايره اللحام غلط الكهرباء وانا تحت الميه. ببقى لابسه البدله بتاعتي اللي بنزل بيها، وببقى لابسه الكيربي. الكيربي في منه احجام، في منه 18 كيلو، في كذا، في احجام منه كتير. الكيربي بيبقى متوصل بجهاز اتصال بالسطح وبيبقى فيه الهواء. اتمنى ان يشيلوا فكره ان الشباب هم اللي يعملوا كل شيء ويتجهوا للبنات، لان البنات عندها عزيمه جامده جدا، ولما تحط حاجه في دماغها بتعملها. جالي عرض من شركه في السعوديه، وحتى التاشيره لسه معايا بعتوها لي وخلاص، بس انا ما حبيتش ان انا اسافر. وجالي من الكويت، كانوا بيبنوا مارينا، تواصل معايا حد من هناك من الكويت على الايميل وتواصلوا معايا، بس انا رفضت. انا عايزه اخدم بلدي، يعني انا اتعلمت كل دوت في بلدي وحابه ان انا ادي بلدي، مش حابه ان انا ادي بلد تانية. هي بتحب بلدها وعايزه تبدع في بلدها. هي دربت بنات في الامارات ودربت ناس في الاردن، فنفس البلد تستفاد منها. خلاص ماشي، احنا بقينا طيارين، بقينا قباطين، وبقينا غطاسين ولحامين تحت الميه، فهي حاجة جديدة على البنات، وأتمنى إن مجالات كتير تتفتح لينا يعني كبنات في مصر وفي الوطن العربي، وطبعا بنات اسكندرية جدعان.